بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا الأعزاء. نستمر معكم اليوم في محاضرة الملاريا عند ليسيا، اللي هي المحاضرة الثامنة في علم الطفيليات. في هذه المحاضرة قبل ما نبدأ، طبعا احنا الأسبوع الماضي كنا إجازة، ما نزلنا لكم محاضرات عشان اعتبرناها لكم إجازة تعملوا الواجبات وتعملوا المطلوب منكم وتقرأوا المحاضرات أو تسمعوا المحاضرات السابقة. لكن الأسبوع هذا إن شاء الله حتكون في محاضرة الملاريا وبابسيا، برضو عليها واجب أو كويز. طبعا هذا الكويز أو الواجب هو من الكويزات اللي كنا ناخدها في المحاضرات العادية، اللي لو كنا بنداوم كان أخذناها ككويز في المحاضرة. كويز عادي وطبيعي وسهل، يعني ما فيش فيه أي تعقيد وممكن أي واحد يقرأ ويحله. فإن شاء الله اليوم حنستمر معاكم في محاضرة الملاريا والبابسيا. هذا النوع من الطفيليات، من هو الملاريا؟ من أنواع البروتوزوا اللي هي الحيوانات الأولية. من صفاتها المهمة إنها دائما تتكاثر على شكل سبور لايك، على شكل أبواب، بتكون موجودة داخل الأوسيست. الأوسيست هي عبارة عن سيست بكون موجودة داخلها الزايجوت. الزايجوت يتكاثر هذا ويتضاعف، الزايجوت اللي هي الجنين يعني بعد الفيرتلايزيشن، بعد الإخصاب يتضاعف إلى بروتو سبوروزويتس. السبوروزويتس هذه هي عبارة عن أشكال زي السبور، برضو زي ما حكينا تتضاعف بعد الفيرتلايزيشن، بعد الإخصاب، وبسموه هذا الشكل سبوروزوا. بسموه هذا الشكل اللي هو زي السبور سبوروزوا. طبعا هذا السبوروزوا او السبوروزويت يتكاثر داخل الخلايا، عشان هيك دائما بقول عنه انترا سيلولاري، يعني يتكاثر داخل الخلايا، سواء كان داخل كرات الدم الحمراء أو داخل الخلايا الموجودة في الكبد. الطفيل هذا حكينا سابقا إنه له عضو اسمه أبيكال كومبلكس، عضو له عضو اسمه أبيكال كومبلكس. هذا الأبيكال كومبلكس من خلاله يلتصق الطفيل بخلايا العائل. من خلال الأبيكال كومبلكس يلتصق الطفيل بخلايا العائل. هنا كأنه هذا اللي هو مستقبل أو ريسبتور، الريسبتور على خلايا العائل يلتصق بخلايا العائل. عشان هيك المجموعة هذه بسموها أبيكو كومبلكسة، من أبيكال كومبلكس، يعني أبيكو كومبلكسة من أبيكال كومبلكس. هذه الأنواع من الطفيليات تشمل الملاريا، تشمل كوكسيدا اللي منها التوكسوبلازما، وتشمل طفيل تاني اللي اسمه البابيسيا. بالنسبة للتصنيف تبع الأبيكو كومبلكس ينقسم إلى قسمين، اللي هو الهيماتوزوا. الهيماتوزوا الأوردر تبعته الهيموسبوريدا، اللي الجينرا تبعته بلازموديوم اللي هي الملاريا، أو النوع الثاني من الأوردر بيروبلازميدا اللي هي البابيسيا. التقسيمة الثانية الكوكسيدا، كوكسيدا تشمل الأوردر تبعها الإميريدا. الإميريدا تشمل التوكسوبلازما والسايكوسبورا، طبعا هذا بهمنا أكثر حاجة اللي هي التوكسوبلازما والكريبتوسبوريديوم. إذا ملخص التصنيف تبع الملاريا، الملاريا تشمل الشعبة تبعتها الفايلم أبيكو كومبلكسا، الكلاس الصف تبعها اللي هو سبوروزوا،
الاوردر الرتبه تبعتها الهيموسبوريدا، الجيناس النوع تبعها اللي هو بلازموديوم، بلازموديوم ملاريا. طبعا السبيشيز تبعتها تشمل اللي هو بلازموديوم اللي هو الملاريا. البلازموديوم في اربع انواع منها، البلازموديوم في اربع انواع منها. في هنا بلازموديوم فيفاكس بتسبب مرض بناين تيرشن ملاريا، بناين يعني حميد، تيرشن يعني ثلاثي، يعني الملاريا الحميدة الثلاثية. في عنا بلازموديوم فالسيبيرم، هذه مالجنانت تيرشن ملاريا، تعمل برضو اللي هو طبعا مالجنانت خبيث، تيرشن قلنا ثلاثي، إذا الملاريا الثلاثية الخبيثة. هنا بلازموديوم ملاريا تعمل بناين كوارتر ملاريا، بناين قلنا حميد، وكوارتر رباعية الملاريا الرباعية الحميدة. كان بلازموديوم اوفالي اللي هو بناين تيرشن ملاريا، الملاريا الثلاثية الحميدة. لكن كل أنواع ممكن تؤدي إلى حدوث اللي هو مرض الملاريا. أي نوع من هدول ممكن يعمل مرض الملاريا، أو أي نوع من هدول الطفيليات الأربعة ممكن يؤدي إلى حدوث مرض الملاريا. نبدأ بالملاريا بارازايت. أول حاجة نبدأ بالناقل أو النواقل. ما هي الحشرات التي تنقل المرض؟ الحشرات التي تنقل المرض في منها 60 سبيشيز، 60 نوع من الفيميل اللي هو حشرة اسمها أنوفلاس موسكيتو. أنوفلاس موسكيتو هذه الحشرة في منها 60 نوع بتنقل طفيل الملاريا. طبعا الميل بيتغذى بشكل حصري اكسكلوسيفلي على اللي هو الفروت، الفواكه، جوس، العصائر، لكن الفيميل تحتاج الى جرعتين من الدم قبل ما تضع البيوض. الفيميل تحتاج الى جرعتين من الدم التي طبعا قبل ما تضع البيوض تبعتها. عشان هيك اللي بينقل المرض هي الفيميل انوفلاس موسكيتو وليس الميل. اللي بينقل المرض الفيميل انوفلاس موسكيتو وليس الميل. بالنسبه لللايف سايكل تبعت الملاريا، اللايف سايكل بتمر في تو هوست. اول حاجه اللي هو ديفينيتيف هوست الفيميل انوفلاس موسكيتو، جزء من اللايف سايكل من حياه الطفيل بتعيش داخل الحشرة الأنوفلاس موسكيتو، وهي الديفينيتيف هوست. ليش الديفينيتيف هوست؟ لأنه بتم فيها الانقسام الجنسي، بتم الانقسام الجنسي داخل الحشرة. أما الانترميديت هوست اللي هو المان، لأنه بتم داخل الإنسان الانقسام اللاجنسي. إذا الحشرة أو الطفيل ينقسم إلى نوعين، نوع ينقسم انقسام جنسي داخل الحشرة، ومرحلة ثانية ينقسم انقسام لا جنسي داخل الإنسان. إذا المرحلتين اللي هما asexual phase بتتم داخل الانترميديت هوست داخل الإنسان، اما السكشوال فيز بتتم داخل وين؟ الموسكيتو، داخل الحشرة. عشان هيك بنسميها الحشرة ديفينيتيف هوست. نبدأ بالاسكشوال فيز اللي بتحدث داخل الانسان. الطفيل ينقسم داخل خلايا جسم الانسان الى او بطريقة تسمى شيزوغوني. عملية انقسام الطفيل داخل جسم الإنسان هي عملية بسموها شيزوغوني. شيزو يعني سبلت يعني انفصال، غون يعني جينيريشن يعني تخليق وانفصال. من خلال هذه العملية الشيزوغوني تتكون السبوروزويت عن طريق الانقسام
الثنائي البسيط داخل الخلايا وبتعطينا الميروزويت، بتعطينا خلايا صغيرة اللي هي بنسميها الميروزويت. عشانها بتحدث هذه داخل الإنسان بسموها vertebrate intrinsic or endogenous phase، vertebrate intrinsic or endogenous phase. في الإنسان الشيزوفوني هذه الانقسام تبع الطفيل يحدث في منطقتين، المنطقة الأولى في كرات الدم الحمراء بسموها ريثروسايتيك شيزوفوني، المنطقة الثانية خلايا الكبد بسموها اكسو ريثروسايتيك شيزوفوني اور ذا تيشيو فيز اور ذا تيشيو فيز. لأن عملية الشيزوفوني في خلايا الكبد تبعت الإنسان مهمة جدا، خطوة مهمة جدا، عشان هيك بسموها الخطوة هذه اللي هي تضاعف الطفيل داخل خلايا الكبد تبع جسم الإنسان بسموها بري ريثروسايتيك شيزوغوني، بري ريثروسايتيك شيزوغوني. المنتج تبع عملية الانقسام هذه المنتج هي خلايا بسموها الميروزويد، ميروز هي بارت يعني أجزاء، زون يعني أنيمال يعني أجزاء من الأنيمال أو أجزاء من الحيوانات. إذا المنتج تبع عملية الانقسام هذه الشيزوغوني في خلايا الكبد بسموها اللي هي ايش؟ ميروزويت. سواء كان الانقسام صار في خلايا الكبد أو خلايا كرة الدم الحمراء المنتج تبعها الخلايا الصغيرة هذه بسموها ميروزويت. إذا الانقسام الجنسي يحدث داخل الفيميل أنوفلس موسكيتو داخل البعوضة بعملية بنسميها سبوروغوني. الآن يعني الانقسام الجنسي يحدث داخل البعوضة على الرغم من انه الميل والفيميل تبع البرازايت يتكون داخل جسم الانسان اللي هم الجاميتوسايت، الجاميتوسايت تبعت الميل والفيميل تتكون داخل جسم الانسان ثم تنتقل الى البعوضة وتحدث داخل البعوضة الفيرتلايزيشن اللي هي الإخصاب. إذا عملية الإخصاب تحدث داخل مين؟ البعوضة، على الرغم من أنه الميل والفيميل تبعت البرازايت تنشأ داخل جسم الإنسان. إذا عملية التضاعف داخل البعوضة بنسميها سبوروغوني لأنها بتكون السبوروزويت، بتكون السبوروزويت، والعملية هذه بنسميها ايش؟ انفرتبريت اكسترنسيك اور اكسوجينيوس فيز. فاللايف سايكل تبعت البارازايت تحدث داخل اكثر من كائن اللي هو الانسان او البعوضة. فدورة الحياة الكاملة تبعت الطفيل في الملاريا تتألف من تعاقب الأجيال مع اختلاف المضيفين، المضيف الأول اللي هو البعوضة والمضيف الثاني اللي هو الإنسان. نيجي لوصف اللايف سايكل. والمرحلة الأولى زي ما حكينا الهيومن سايكل اللي هي الشيزوغوني، بتيجي البعوضة، البعوضة اللي هو الفيميل أنوفلس موسكيتو بتحقن الطفيل اللي هو السبوروزويت، مرحلة السبوروزويت بتحقنه داخل جسم الإنسان لأنه السبوروزويت هذه بتكون موجودة في اللعاب تبعت البعوضة، في الخرطوم تبعت البعوضة. فالبعوضة بدها تيجي تاخد جرعة دم من الإنسان، فبتحقن قبل ما تاخذ جرعه الدم بتحقن السبوروزويت هذه تحت الجلد في جسم الانسان. السبوروزويت هذه بتروح وين؟ على الشعيرات الدمويه في جسم الانسان اللي تحت الجلد على طول. تقريبا بتحقن البعوضه من 10 ل 15 سبوروزويت او ممكن تصل لحد مئات
ممكن تدخل جسم الإنسان وبتروح على مجرى الدم. في مجرى الدم تبعت الإنسان معظم السبوروزويت هذه يتم التهامها بواسطة اللي هو الفاجوسايت، كرات الدم البيضاء أو الماكروفيج، تتخلص منها، لكن جزء منها يستطيع أنه يصل إلى خلايا الكبد، وهذه طبعا مشكلة كبيرة لأنها راح تتضاعف داخل خلايا الكبد، تصل الهيباتوسايت في النهاية. إذا المرحلة الأولى قلنا بتصل السبوروزويت، الطفيل بيصل إلى الليفر سيل، خلايا الكبد. في خلايا الكبد بتكون السبوروزويت هذه مستطيلة وشكلها زي المغزلي، لكن بعد شوية بتصير راوند يعني مستديرة داخل خلايا الكبد. داخل خلايا الكبد هنا بتبدأ تتضاعف، بيبدأ التضاعف داخل خلايا الكبد. الآن الطفيل بيحيط نفسه، الطفيل بيحيط نفسه داخل خلية الكبد بدائرة بنسميها شيزونت. داخل الشيزونت هذه راح يتكاثر الطفيل. الطفيل بيحيط نفسه بدائرة بنسميها ايش؟ شيزونت. الشيزونت هذا داخل الشيزونت يتكاثر الطفيل الى مئات ويمكن كمان الى الاف. الخطوة هذه بنسميها بري اريثروسايتيك اور اكسو اريثروسايتيك شيزونت اور ميرونت. اذا داخل الخلايا الكبد الشيزونت بيبدا يكبر شوية شوية. ليش؟ لانه يتضاعف الطفيل، بتضاعف الواحد بيصير 2 و2 4 و4 8 وهكذا، يتضاعفوا عن طريق الباينري فيجن او سميناها قبل هيك الشيزوغوني. العملية دي سميناها الشيزوغوني. قلنا لما يبدا الشيزونت يصير متيور ينضج بيطلع منه او المنتج تبعه زي ما حكينا قبل شوية اللي هو الميريزويد. الميريزويد بتمل الشيزونت، ممكن تصل 2000 ل 50000 يوني نيوكليات ميريزويد. الان بتنتلي اللي هي خلية الكبد، حتى انه النواة بتروح على جنب ما بتلاقي لها وسع، بتروح على جنب بريفيرالي او بريفري، يعني بتروح على جنب. وبعدين بتنفجر الخلية، تنفجر خلية الليفر وبطلع منها مئات او الاف الميريزويد، بتروحوا على وين؟ على الدم، على مجرى الدم، بيطلع منها مئات او الاف من الميريزويد. انا قلنا من 2000 ل 50000 ممكن يطلع منها ميريزويد، وبروح على مجرى الدم، بتروح تهاجم كرات الدم الحمراء في عملية بنسميها انفاجينيشن. الفترة اللي بتكون بين دخول الطفيل السبوروزويت يعني الطفيل داخل جسم الإنسان لحد ما ظهور الطفيل في دم الإنسان بنسميها بريباتنت بيريود. بريباتنت بيريود هي الفترة بين دخول الطفيل إلى جسم الإنسان لحد ما يظهر الطفيل في دم الإنسان. الآن برضو الفترة تبعت بري إريثروسايتيك فيز في الليفر والسايز أوف ماتيور شيزونت وعدد الميريزويت هذه بتختلف من نوع إلى نوع من أنواع الأربعة تبعت طفيل الملاريا اللي هم بلازموديوم فالسيبيرام وفيفاكس وملاريا وغيره. فبتختلف من نوع الى اخر هذه الشغلات، وهذه هنحكيها ان شاء الله بالتفصيل في نهاية الشابتر. في عندنا شيء اسمه ليتنت ستيج، وهذه تحدث في نوعين من انواع الملاريا اللي هو بلازموديوم فيفاكس
بلازموديوم اوفالي. هذه النوعين من الملاريا بيحدث داخلها تضاعف للطفيل بمرحلتين. المرحلة الأولى إن الطفيل يتضاعف داخل خلايا الكبد بشكل طبيعي وبيعمل الشوزونت. المرحلة الثانية إنه في بعض من السبوروزويت هذه بتروح بتعمل ريستينج فيز. إيش يعني ريستينج فيز؟ يعني بتعمل كمون داخل أحد الأعضاء، يعني ما بتتضاعف، إنما بتروح تتخبى داخل أحد الأعضاء، في داخل آخر ممكن خلايا الكبد أو غيره. الآن هذه الخلايا اللي تخبت بنسميها هيبنوزويد، بنسميها هيبنوزويد. هيبنو طبعا سليب، يعني نوم، يعني كأنها بتنام هذه الخلايا. لكن في وقت ما هذه الخلايا ممكن بعد شفاء المريض من المرحلة الأولى من المرض تروح تطلع من أماكنها وتعمل اكتيفيشن، تعمل شيزونت وتعمل ميروزويت، يعني تعمل دورة الحياة تبع الطفيل مرة تانية داخل جسم الإنسان، وتعمل الأعراض عند جسم الإنسان، وبنسميها هذه كلينيكال ريلابس، كأنها انتكاسة طبية. من المريض بكون طاب وانتهت المرحلة الأولى من الطفيل منه، لكن الخلايا المتخبية هذه اللي هي ليتنت بتظهر مرة تانية وبتؤدي إلى حدوث الأعراض مرة أخرى أو ظهور الأعراض مرة أخرى. لكن في النوعين التانيين اللي هو بلازموديوم فالسيبيرم وبلازموديوم ملاريا، هذول ما فيش منهم هيبنوزويد، يعني هذه الطفيل لما يختفي بيختفي بشكل كامل، لما يختفي بيختفي بشكل كامل. لكن ما أحيانا بتحدث شغلة تانية عند هذول الطفيليات أو الحالات هذه، إنه عدد قليل من الإريثروسايتيك بارازايت، يعني الطفيل اللي موجود داخل كرات الدم الحمراء بروح على مجرى الدم وبيتخبى في كرات الدم الحمراء، وبعدين بعد فترة بصير له تضاعف مرة تانية وبيرجع الأعراض مرة تانية عند المريض، بسموها short term relapse or recurrence. هذه برضو انتكاسة لكن مجالها قصير، هذه ما بتقعدش يعني سنوات، هذه ممكن تقعد أيام أو أشهر، لكن الأولانية اللي كانت ممكن تطلع بعد إيش سنوات، أو تظهر الأعراض بعد إيش سنوات أو أشهر طويلة من ظهور المرض في المرة الأولى. لكن في المرة الأخيرة هذه في بلازموديوم فالسيبيرم وبلازموديوم ملاريا بتكون عادة الأعراض مرة أخرى خلال فترة قصيرة، عشان يسموها short term relapse. في المرحلة الثانية من تضاعف الطفيل الإريثروسايتيك ستيج، تضاعف الطفيليات أو الطفيل داخل الكرات الدم الحمراء. الآن احنا قلنا آخر جزء من اللايف سايكل اللي حكينا عنه إنه الميروزويت بتطلع من خلايا الكبد وبتروح على مجرى الدم. الآن بتروح هذه الميروزويت إلى كرات الدم الحمراء، وعن طريق اللي هي الأبيكس تبعها، الأبيكس كومبلكس اللي هي قلنا هذا العضو الذي يلتصق بالهوست سيل، بتلتصق بكرات الدم الحمراء وبتدخل داخل كرات الدم الحمراء، بتصير انترا اريثروسايتيك بارازايتي فورس فاكيول، بتكون انترا اريثروسايتيك بارازايتي فورس فاكيول، يعني بتدخل كأنها داخل فاكيول، وبتتكون هذه الفاكيول داخل كرات الدم الحمراء. داخل كرة الدم الحمراء الميروزويت هذه تفقد الأعضاء الداخلية تبعتها، وبتظهر على شكل دائري، وبتكون داخلها في فاكيول، بتكون داخلها في فاكيول. الفاكيول هذه في نص الطفيل بتكون موجودة، السيتوبلازم بروح إلى الطرف بريفري، وحتى كمان النيوكلياس بتروح على جزء من
أو على طرف من الطفيل، وهذا الشكل بسموه الرينج وورم أو الرينج فورم أو اليانج تروفوزويد، بسموه الرينج فورم أو اليانج تروفوزويد، وهذا بكون موجود داخل كرات الدم الحمراء. لو عملنا بلد فيلم للمريض بنشوفه الطفيل داخل كرات الدم الحمراء. الطفيل داخل كرات الدم الحمراء يتغذى على الهيموجلوبين، لكن ما بيعملش كومبليت ميتابوليزم للهيموجلوبين، يعني ما لا يتغذى على كل الهيموجلوبين اللي موجود داخل كرة الدم الحمراء، فبضل بقايا من الهيموجلوبين بسموها اللي هو ملاريا بيجمنت أو هيموزين بيجمنت. الآن داخل كرة الدم الحمراء الرينج فورم تبع الطفيل هذا بيتضاعف، بيكبر وبيعمل شكل زي أو بسموه الأميبيويد موتيليتي أو أميبيويد فورم. أميبيويد يعني شكله زي الأميبا، شكله زي إيش؟ الأميبا. ومرحلة ليت تروفوزويد فورم، ليت تروفوزويد فورم بسموه. الآن هذا الأميبيويد فورم لما يصل لمرحلة معينة من التضاعف، النيوكليوس تبعته بتبدأ تتضاعف عن طريق الانقسام الميتوسي، وحتى كمان السيتوبلازم بيبدأ يتضاعف، وبتكون عنا الشوزونت والميروزويت، بتكون عنا الشوزونت والميرونت اللي هي الميروزويت. زي ما انتم شايفين في الصورة هي مراحل تضاعف الطفيل داخل كرات الدم الحمراء. في الصورة اللي فوق عنا الميروزويت كلاستر، في عنا ميروزويت داخل كرات الدم الحمراء تكونت هيها، بدها تبدأ تطلع من كرات الدم الحمراء، وفي عنا في الجهة المقابلة مراحل تضاعف الطفيل داخل كرات الدم الحمراء. داخل الشيزونت في كرات الدم الحمراء بتكون من 8 ل 32 من الروزويت، زائد الهيموزين. الهيموزين قلنا بقايا الهيموجلوبين، لأن لما الشيزونت هذا يصير له ماتيور يعني ينضج بينتلي فبينفجر، تطلع منه اللي هو الميروزويت بتروح على الدم سيركيوليشن. الميروزويت بهاجم كرات دم حمراء جديدة ويعني يعيد الكرة مرة أخرى. العملية هذه بنسميها إريثروسايتيك سيزوجوني أو ميروجوني، اللي قلنا بتنعاد هذه مرة أخرى ريبيتد سيكونشلي، سيكونشلي يعني مرة متتابعة مرة بعد مرة، ريبيتد سيكونشلي لحد ما تبدأ جهاز المناعة يتخلص من اللي هي الطفيل هذه. في حالة البلازموديوم فالسيبيرام الإريثروسايتيك سيزوجوني هذه دائما بتحدث في شعيرات دموية داخل الأعضاء الداخلية، عشان هيك في حالة الفالسيبيرام ما بنشوفش الطفيل في مجرى الدم في البريفيرال بلاد، ما بنشوفه في البريفيرال بلاد في مجرى الدم العادي، وإنما بنشوفه داخل الشعيرات الدموية موجودة داخل الأعضاء نفسها. إذا نحكي بشكل شامل عن دورة حياة الطفيل داخل جسم الإنسان، زي ما شايفين تيجي الفيميل أنوفلس موسكيتو بتحقن السبوروزويت داخل جسم الإنسان تحت الجلد، بتروح على الكابيلاري الشعيرات الدموية، ومنها بتروح على الكبد خلايا الكبد. داخل خلايا الكبد السبوروزويت هذه تتضاعف داخل خلايا الكبد، وبتعمل حوالينها شوزونت، الشوزونت تتضاعف داخله اللي هو الطفيل السبوروزويت إلى مئات أو آلاف الميروزويت. الميروزويت بتملأ الشوزونت فبتنفجر، وبتطلع مئات أو آلاف الميروزويت من الكرات
أو خلايا الكبد بتروح على وين؟ على الدم، مجرى الدم، إلى كرات الدم الحمراء. الميريزويت هذه بتدخل داخل كرات الدم الحمراء عن طريق الأبيكال كومبلكس اللي هو الجهاز أو اللي بيلتصق في خلايا العائل، وبتدخل داخل كرات الدم الحمراء بتعمل رينج فورم، بتعمل رينج فورم، بعد الرينج فورم بتعمل ليت تروفوزويت، قلنا شكله زي الأميبا أميبيويد فورم. الأميبيويد فورم هذا بيتضاعف في مرحلة من المراحل وبيعمل شيزونت، ماتيور شيزونت، والماتيور شيزونت هذه برضو بتكون داخلها الميروزويت، وبعدين بتمتلي داخل كرة الدم الحمراء وبتطلع من كرة الدم الحمراء اللي هي الميروزويت وبتروح على خلايا أخرى. الآن المرحلة المهمة إنه في بعض الميروزويت، بعض الميروزويت، بعض الطفيليات بتروح على عضو معين من أعضاء جسم الإنسان وتتميز إلى ميل وفيميل، تتميز إلى ميل وفيميل. الميل والفيميل هذه هي الطفيليات اللي بتيجي بتاخدها البعوضة مرة تانية، بتيجي بتمتص البعوضة من جسم الإنسان مرة أخرى، عشان الميل والفيميل هذه غيصير لهم إخصاب داخل جسم البعوضة. وهذا هناخدها إن شاء الله في القسم الآخر من المحاضرة. إذا هذه العملية اللي قلنا عنها قبل شوية الجاميتوجوني، قلنا بعض الميروزويت اللي بتطلع من كرات الدم الحمراء ما بتكملش دورة الحياة تبعتها، إنما تدخل إلى أعضاء داخلية، عضو معين من أعضاء جسم الإنسان، وتتميز إلى ميل وفي ميل، تتميز إلى ميل وفي ميل. عشان هيك ما بتظهرش في دم الإنسان إلا لما تكون ناضجة، إنما تنضج داخل أعضاء جسم الإنسان. الآن الميل والفيميل هذه بعد لما تنضج بتروح تطلع من العضو هذا، بتروح على دم الإنسان عشان تاخدها البعوضة مرة تانية. في حالة الجاميتوسايت هذه دم بتكون راوند ان شيب، شكلها دائري، لكن في حالة بلازموديوم فالسيبيرام بيكون شكلها هلالية، كريسنت شيب، هلالية. في معظم او كل الحالات الفيميل جاميتوسايت بتكون اكبر، ماكرو جاميتوسايت، بينما الميل بيكون اصغر اللي هو مايكرو جاميتوسايت. الجاميتوسايت بتظهر في البلازموديوم فيفاكس بعد 4 إلى 5 أيام في مجرى الدم بعد اول ظهور من الاسيكشوال فورم اللي هو الاشكال اللاجنسيه، الاشكال اللاجنسيه اللي هي الميروزويت. بعد ظهور الميروزويت ب4 إلى 5 أيام بتظهر في جسم الانسان في حاله ايش؟ بلازموديوم فيفاكس. بينما في البلازموديوم فالسيبيرام بتظهر بعد 10 إلى 12 يوم من ظهور اللي هو الاسيكشوال فورم اللي هو الميروزويت. الان الشخص اللي عنده جاميتوسايت في دمه بكون كارير او ريزيرفار، يعني بكون حامل للمرض او بكون مخزن للمرض، لانه حينقل المرض للبعوضة، حينقل المرض لمين؟ للبعوضة، للانفلاس موسكيتو، لما تيجي تاخد الجرعة الثانية من هذا المريض. الجاميتوسايت ما بتعملش اعراض على جسم الانسان الهوست، ولكن يعني بكون الانسان جاهز لنقل المرض الى البعوضة، خطوة مهمة لنقل المرض الى البعوضة، وبالتالي البعوضة بتنعدي من هذا الشخص وتنقل المرض الى الاخرين. 12 او اكثر جاميتوسايت بير كيوبيك مليمتر اوف بلاد، يعني مليمتر مكعب من الدم، 12 واحد من الجاميتوسايت ممكن تعدي البعوضة.
ممكن تعدي ايش تعمل عدوى للبعوضة. يعني 12 جاميتوسايت ميلو في ميل، 12 جاميتوسايت ممكن تاخذها البعوضة من جسم الانسان وتعملها ايش عدوى. طبعا ال 12 هذه بير ايش بير كيوبيك مليمتر في بلاد، يعني بير ال 12 هذه موجودة في مليمتر مكعب من دم الانسان. ممكن تعدي البعوضة وتصير البعوضة معدية للإنسان. هذه الصورة بتوضحنا أن الفيميل هو ماكرو جميد والميل هي عبارة عن المايكرو جميد. شايفين الفيميل، الميل شكلها زي الوردة، فيها تمن تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 تمن أجزاء، وهذه الأجزاء حتنفصل عن الميل وتعمل إخصاب للفيميل. نيجي لمرحلة اللايف سايكل داخل البعوضة، موسكيتو لايف سايكل بسموه سبوروجوني. إذا أول خطوة احنا قلنا إنه البعوضة بتيجي بتاخد جرعة دم جديدة من الإنسان، بكون في دم الإنسان المتيور جاميتوسايت اللي هي الميل والفيميل، كن نضجت تيجي البعوضة بتاخدها. طبعا بالنسبة للميل جاميتوسايت ينقسم إلى 8 مايكرو جاميت، ينقسم إلى 8 مايكرو جاميت، شكلها زي الويب لايك، زي الأصوات زي ما تشوفين بالصورة اللي تحت، أو بسموها إكس فلاجيليتنج ميل جاميتوسايت، شكلها زي الفلاجيلا، شكلها زي إيه الفلاجيلا. كل واحدة من هدول الثمانية ممكن تعمل عدوى، أو قصدي ممكن تعمل إخصاب لفيميل واحدة. كل واحدة منهم الثمانية هذه أي واحدة منهم ممكن تعمل إخصاب لفيميل وفيميل جاميتوسايت واحدة. إذا الفيميل جاميتوسايت ما بيصير لها ديفيجن، إنما بيصير لها فيرتلايزيشن لما تدخل داخلها واحدة من هذول الثمانية المايكرو جاميت، وبتكون داخل الفيميل اللي هي ايش الزايغوت، بتكون داخلها ايش الزايغوت. عملية الاخصاب للفيميل تحدث خلال نص ساعة لساعتين بعد اخذ الجرعة من دم المريض. يعني بعد ما البعوضة تاخذ جرعة من دم المريض، بعدها بنص ساعة لساعتين بتصير عملية الإخصاب للفيميل، وبتكون قلنا إيش الزايغوت. الزايغوت طبعا هو شكل من الأشكال موشنليس، يعني ما بتحركش، راوند بادي، بصير له شوية شوية إلونجيتد، بيستطيل شوية شوية، خلال 18 لـ24 ساعة بتحول لشكل اسمه فيرميكولار موتايل فورم، يعني متحرك، وبتكون له أبيكال كومبلكس أنتيرورلي في الأمام، وبسميه في المرحلة هذه أوك نايت أو ترافيلينج فيرميكيول، بسموه في المرحلة هذه أوك نايت أو ترافيلينج فيرميكيول، لأنه بيدخل داخل إبيثيليوم سيلز في معدة البعوضة، وبروح في البيزمنت ممبرين، تحت البيزمنت ممبرين، تحت الغشاء تبعت معدة البعوضة، ويتكاثر، يبدأ في التكاثر أو يبدأ في الهجرة إلى مكان آخر. بعد أول خطوة بعد ما صار فيرتلايزيشن للفيميل، والفيميل تحولت إلى فيرميكيول، بعدها الفيرميكيول هذه تحت الغشاء تبع معدة البعوضة تتحول لأوسيست، تتحول لأوسيست. الأوسيست هو شكل دائري أو بيضاوي أو كروي، ويكون إلاستيك يعني مرن، وداخل الأوسيست بيبدأ يتضاعف الطفيل إلى سبوروزويتس، بيبدأ يتضاعف الطفيل إلى إيش؟ إلى عدد كبير من السبوروزويت. إذا لما تنضج الأوسيست
وبكون تقريبا حجمها من 500 مايكروميتر. بتبدأ الأوسيست تنفجر، بيطلع منها السبوروزويت، وبروح على تجويف الجسم البعوضة على الهيموسيل أو البادي كافيتي، على تجويف جسم البعوضة. ومن هناك بتروح وين السبوروزويت هذه؟ على الغدة اللعابية تبعت البعوضة. لما تصل السبوروزويت الغدة اللعابية تبعت البعوضة، ساعتها بتكون البعوضة في الحالة هذه انفكتيف، يعني معدية. لو وجدت أخذت جرعة دم من الإنسان بتعديه بمرض الملاريا. هذه الفترة اللي بتاخدها الطفيل داخل البعوضة عشان يصير معدي، عشان يصير البعوضة معدية، تقريبا بتاخد الفترة هذه من أسبوع لأربع أسابيع. بسموها extrinsic incubation period. طبعا هذه طبعا تعتمد الفترة هذه على اللي هو الظروف المحيطة بالبعوضة أو نوع البعوضة. نعيد تاني دورة حياة الطفيل داخل البعوضة. قلنا بتيجي البعوضة بتاخد جرعة دم من الإنسان، مع جرعة الدم هذه بتاخد الميل والفيميل جميت. الميل جميت بيعمل فيرتلايزيشن للفيميل، واحدة قلنا من 8 مايكرو جميت بتدخل داخل الفيميل جميت وتعملها فيرتلايزيشن داخل طبعا معدة البعوضة، وبتروح بتعمل ايش الزايغوت. الان الزايغوت هذه بتنضج وبتتحول ايش اوكنايت او الفيرمي فيول. الفيرمي فيول هذه بتتحرك تحت الممبرين تبعت معدة البعوضة وبتحول لايش اوسيست، تحول لأوسيست. داخل الأوسيست هذه يتضاعف الطفل إلى عدة مئات من السبوروزويت. السبوروزويت هذه بتطلع من الأوسيست، بتنفجر الأوسيست، بتطلع من الأوسيست وبتروح على السليفري جلاند تبعت البعوضة. وفي المرحلة هذه بتكون البعوضة إيش معدية. لما تيجي تاخذ جرعة دم جديدة من الإنسان وبتحقن السبوروزويت تحت الجلد بتعدي اللي هو الإنسان. هذه مراحل الموسكيتو سايكل. برضو هذه الصورة بتوضح اللي هو الموسكيتو سايكل. هذه صورة كاملة لللايف سايكل، اللايف سايكل في الهيومن واللايف سايكل في الموسكيتو. نحكيهم على السريع. أول خطوة من الخطوات بتيجي البعوضة، بكون في الغدة اللعابية تبعتها موجودة السبوروزويت، بتحقنها داخل جسم الإنسان تحت الجلد، تعقل السبوروزويت تحت الجلد. لما تيجي تاخد الجرعة الأولى من الدم، دم الإنسان، تعقل السبوروزويت تحت الجلد. السبوروزويت بتروح وين؟ بتروح على خلايا الكبد. طبعا جزء منها بروح على خلايا الكبد، جزء منها بيعمل اللي هو هيبنوزايت، يعني بروح بقعد في عضو معين في أعضاء الجسم وبتعمل ليتنسي، يعني بتعمل كمون. والجزء الآخر بروح إلى خلايا الكبد. داخل خلايا الكبد الهيباتوسايت تدخل سبوروزويت واحدة مثلا، وبتكون الشزونت داخل الهيباتوسايت. تبدأ يتضاعف الطفيل الى مئات او الاف من الميروزويت. بتنفجر الشزونت داخل الهيباتوسايت وبيطلع الاف الميروزويت منها. الميروزويت هذه بتروح الى كرات الدم الحمراء. داخل كرات الدم الحمراء تدخل داخل كرات الدم الحمراء طبعا عن طريق الابيكال كومبلكس، وعملية سميناها انفاجينيشن. تدخل داخل الفاكيول، داخل الفاكيول هذا برضو الطفيل بيعمل رينج فورم. الرينج فورم هذا بعد هيك بتحول لأميبيويد فورم،
لما بيوتفور بعدين بتحول لشيزونت، والشيزونت داخل الشيزونت هذا يتضاعف الطفيل إلى عشرات، أو من قلنا من 8 ل 32 تقريبا ميروزويت، تنفجر كرة الدم الحمراء وبيطلع منها الميروزويت. الميروزويت جزء منها بروح بيعمل عدوى لخلايا كرات دم حمراء جديدة، وجزء منها يتميز إلى ميل وفيميل في أحد أعضاء جسم الإنسان. لما تنضج الميل والفيميل جاميتوسايت بتطلع على دم الإنسان، بتروح على السيركوليشن بريفرال سيركوليشن، بتيجي البعوضة تأخذ الجرعة الثانية من دم الإنسان، فبتأخذ الميل والفيميل معاها، تدخل الميل والفيميل جاميتوسايت داخل البعوضة. طبعا الميل بتحول لمايكرو جاميت 8 مايكرو جاميت، والفيميل اللي هو الماكرو جاميت، واحدة من الثمانية بتدخل داخل الفيميل وبتعملها فيرتيلايزيشن اخصاب، وبتعملها بتحولها لزايجوت. الزايجوت هذا بعدين بدخل داخل اللي هو الخلايا تبعت المعدة بيزمنت ممبرين، تحول لأوكنايت اللي هو متايل فيرميكيول. لأوكنايت هذا تحت جدار المعدة بتحول لإيش؟ لأوسيست. الأوسيست بتحول بتكون داخله ال بتكون داخله قلنا الشيزونت، الشيزونت بعدين داخل الأوسيست هذا أو داخل الشيزونت يتضاعف الطفيل إلى عدد كبير جدا من اللي هو السبوروزويت. السبوروزويت بتهاجر إلى بعدين إلى السليفري جلاند، الغدة اللعابية تبعت تبعت الحشرة البعوضة، وبالحالة هذه بتكون البعوضة معدية للإنسان لو اجت أخذت جرعة دم الإنسان مرة أخرى وحقنت سبوروزويت هذه عن طريق السليفري جلاند، ممكن تعدي الإنسان مرة أخرى.